المعتقلين، لدينا آلاف الجرحى، لدينا آلاف المطاردين، لدينا آلاف الذين فقدوا وظيفتهم أو تضرر رزقهم، لدينا الاستعداد للعطاء أكثر في كل الأبعاد التي ذكرت. وهذا الكلام لا يخص الشباب ولا يخص الذين يتظاهرون في الشارع فقط ليلا أو نهارا، وإنما هذه هي عقيدة الوفاق وقيادة الوفاق، وهي على استعداد لبذل النفس ولبذل الحرية ولبذل المال ولبذل كل غال ورخيص من أجل أن ينال هذا الشعب حقوق. ومن المعلوم بذلك فليتفضل، ففي الساحة ألف شجاع وشجاع سيتقدم. من لا يؤمن بالشهادة ويؤمن بالتضحية ويؤمن بالسجن ويؤمن بكل ما يلزم من أجل أن ينتصر لهذا الشعب فليتخلى عن هذه الساحة، وسيأتي من يأتي.